من قال ان في معارضين؟ من قال ان هناك معارضين؟ الحمد لله القواعد ثابته والحزب متماسك، وشيء طبيعي ان يكون في بعض الناس لهم، احنا بنحترم الراي الاخر، وده يعتبر من مميزات حزب النور انه بيستوعب كل الاراء، ولكن الحزب متماسك وكل القواعد الحمد لله مع القياده، ما فيش اي اختلاف، ولكن في ناس تتبع اتجاهات سلفية أخرى تكون معترضة. الناس بيظنوا أنهم من حزب النور، لكن في الحقيقة ليسوا من حزب النور. حزب الحشد ده لسه بعدين، لسه بعدين بعدين مؤتمرات من ندوات، لسه لما نخرج بعد، لما فيش تحالف، ما فيش تحالفات. لا لا لا، احنا قلنا الكلام ده ووضحناه ان احنا هلايا العليا كلها موافقة بالإجماع على الـ على الـ على القرار، وفي النهاية ده جهد بشري، ما تقدرش انت تحمل كل الناس عليه. تقلقوش يعني من قواعد حزب النور، خليكم بس ركزوا في بقية الناس.